هنأ السفير البريطاني بالجزائر باري الوين الجزائريين بمناسبة عيد الأضحى متمنيا لهم عيدا سعيد وكل عام وأنتم بخير. ونشر عبر صفحته الرسمية على التويتر بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك: أتمنى لكل جزائريين عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير. وأضاف: وفي هذه الأيام الروحانية المقدسة أتمنى أن تكون مناسبة للتسامح والحب وتقبل الغير بغض النظر عن كل الفروقات.